أهلا بكم من جديد. يستأنف أطراف الأزمة السورية غدا مفاوضات غير مباشرة تترافق للمرة الأولى مع هدنة لا تزال صامدة رغم الخروقات. عشية هذه المفاوضات صعدت المعارضة موقفها أمس السبت، فطالبت برحيل الأسد حيا أو ميتا، مؤكدة أن مصيره خارج إطار البحث. وقال كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية محمد علوش إن مفاوضات جنيف تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا لا مكان فيه للأسد، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ بوجود هذا النظام أو رأس هذا النظام في السلطة. معي عبر سكايب من جنيف صحفي المتابع لاجتماعات جنيف عمر كوش. مساء الخير، أهلا بك معنا عمر. بداية، كيف هي الأجواء من عندك قبل هذه المفاوضات؟ في تصعيد كان من قبل المعارضة أمس، طبعا لم يأتي عن عبث، يعني أتى بعد تصريحات وزير خارجية النظام المعلم. الأجواء من عندك بداية عمر. أولا مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. الحقيقة الأجواء هنا يعني يسودها الانتظار، باعتبار أن المفاوضات لم تبدأ، ونحن على عشية بدء المفاوضات. يتوقع أن السيد ديمستورا سيلتقي وفد المعارضة بعد ساعة أو أكثر، وطبعا خلال هذا اللقاء سيتم بحث أهم النقاط التي يمكن أن تبحث خلال هذه الجولة، وأيضا ستطلب الهيئة العليا للتفاوض توضيحات من السيد ديمستورا بشأن تصريحاته الأخيرة التي حملت بعض التناقض، لأنه أحيانا كان يتحدث عن هيئة حكم انتقالية شاملة، وأحيانا عن حكومة وحدة وطنية، وبالتالي المعارضة لا ترضى بطرح الحكومة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية، تريد حسب اتفاق جنيف واحد الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات. أيضا هناك طبعا انعكاس لتصريحات المعلم الذي قال فيها أن الأسد خط أحمر، وأيضا انتقد فيها السيد ستيفان ديمستورا لتدخله حسب قوله في الانتخابات الرئاسية، واعتبر المعلم أن طبعا الانتخابات الرئاسية من شأن الشعب السوري ومسألة سيادية، بينما طبعا بس الحكومة لا. نعم، وهذا رآه كثيرون يعني متناقضا وغير، بأنه غير منطقي، أنه كيف قال لي ديمستورا بأنه موضوع الرئاسة موضوع سوري، موضوع الحكومة لا على أي حال، وموضوع أنه الأسد خط أحمر. كيف ستبدأ المفاوضات؟ ما الذي يحدث؟ كيف الأجواء؟ هل من مشاحنات بين الطرفين؟ يعني أن يقول الأسد خط أحمر، وطبعا واضح من غير حتى تصعيد واضح موقف المعارضة منذ البداية. هذا ماذا يعني هذا ما يعتقد الحقيقه معظم المراقبين، وانا معهم، يعتقدون ان المفاوضات يعني من الصعب ان تبدا وفق الخطه المرسومه لها، بمعنى حسب ما قال طبعا السيد ستيفان ديمستورا يجب ان تناقش القضايا الجوهريه، يعني القضايا الجوهريه معناها تشكيل هيئه الحكم، وايضا الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه، وتشكيل دستور جديد ايضا، وبالتالي هذه قضايا كبرى الحقيقة. من الصعب جدا لوفد النظام أن يوافق على هكذا أجندة. هذا ما عكسته طبعا تصريحات المعلم، وأيضا أن النظام وفد النظام وصل منذ ساعة تقريبا إلى جنيف، وطبعا استقر في فندق قريب من المطار، ونفس التشكيلة السابقة، بمعنى السيد إبراهيم جعفري هو الذي طبعا يقود الوفد، ونفس التشكيل الذي جاء به في المرة الماضية، بمعنى ليس هناك نية لتقوية الوفد أو طب متى نتوقع أن ما الذي سيحدث؟ هل من اجتماعات معلنة حتى الساعة؟ وبما أنه من شي ساعة وصل وفد النظام، تقول عمر هو قال بأنه سيبقى 24 ساعة، هل علمت بأي اجتماعات تحضر في الساعات القليلة القادمة؟ أنا في اعتقادي غدا الصباح عن الساعة 10 السيد ستيفان ديمستورا طبعا سيعقد مؤتمرا صحفيا، وفي هذا المؤتمر الصحفي سيضع خطة التفاوض وكيف ستسير عملية التفاوض. الخطوط الأولى حسب ما سرب بعض مساعديه باعتقادي كما في المرة الماضية ستكون هناك لقاءات منفصلة. أولا سيلتقي وفد النظام يوم الاثنين، على الأغلب سيلتقي وفد المعارضة يوم الثلاثاء، وبالتالي سيطرح عليهم أجندة التفاوض وما هي الخطوط الرئيسية التي يجب بحثها. الأمر سيتوقف على وفد النظام، هل مؤهل
وهل لديه صلاحيات نعم. أن يوافق على أجندة دمستورة دون الرجوع إلى دمشق؟ في اعتقادي لا، لذلك الأمر نعم. سيأخذ وقتا أكثر. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات، سنكون معك دائما طبعا لأي جديد. عمر كوش الصحفي المتابع لاجتماعات جنيف، شكرا لك.